اعتبروا ان قضاء سنة وراء القضبان للاخ ديالنا رشيد النيني كانت اهانة للحرية في المغرب، وقضاء هذه السنة هي ضربة للسلطة الرابعة اللي كان ممكن انها تدير دفعة قوية للتغييرات اللي كيعرفها المغرب. كما كنستنكروا من هذا المنبر قضية الافراج على الاخ ديالنا في الساعة الثالثة صباحا، وحنا كنا معلومين من طرف الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ان خروج الاخ ديالنا من السجن غادي يكون الساعة 7:30، كنا في الباب ديال السجن مع 6:30، ففوجئنا بخبر ان الاخ ديالنا افرج عليه في الساعة الثالثة صباحا. هذه ممارسات كان من خلال المنبر ديالكم كنستنكروها وكنطلبوا من الحكومة الجديدة ان ما تبقاش تتعامل معنا كقاصرين.